السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجياس كات، توجور مع اخبار شبيبه القبائل. فيه جديد ان حمدي يلقي خطابا ناريا ويهدد بالطرد مباشره، واخيرا ميسي ينال كاس العالم. لايك الفيديو، ابوني في القناه واتركوا لنا تعليق. نبداو مونديال يعني مهبول، يعني فينالها في البدايه كنا نظنوا باللي انه المباراه انتهت هدفين مقابل صفر، فرنسا ما كانش عندها رد فعل، واخيرا في الدقيقه 80 تغير كل شيء واستمتعنا، وانا نظن باللي احسن فينال تقريب تاريخ كاس العالم. مبروك لعشاق ميسي هذا الفوز. المهم هنا اللي يهمنا شبيبه القبائل ووضعيه شبيبه القبائل. قال لك حمدي يلقي خطابا ناريا ويهدد بالطرد مباشرة دون أي مقدمات. وفي ثاني شمال المدرب حمدي مع اللاعبين أكد التقني جديد أنه لن يتلاعب بعامل الانضباط إطلاقا، مشيرا إلى أنه سيطرد أي لاعب يخل بالنظام وداخل المجموعة، داعيا الكل إلى ضرورة توخي الحيطة والهدر. حمدي لست هنا كي أراقب لاعبين من المفروض أنهم ناضجين، يقصد على حراق هذا، المهم الشجار تاعو مع مجادل. وحسب مصادرنا فقد كشف حمدي للاعبين قائلا أعتقد أن الأمر يتعلق بلاعبين ناضجين وتمثلون الفئة الأكبر عمريا في نادي شبيبة القبائل لكرة القدم. تبهديلة يعني صراحة تبهديلة. لذا لست هنا كي أراقب تصرف هذا، حمدي يقول هذا اللاعب أو ذاك، وأؤكد لكم أن أي عنصر مهما كان اسمه، وأقول جيدا مهما كان اسمه، يقصد على حراق، ليس له مكان معي إذا ثبت إخلاله بالنظام الداخلي وما يترتب عن ذلك من جو مكهرب داخل المجموعة. هذا ما يؤكد بأن حراق راه معاقب في الماتش الجاي، نظن أمام مولود الجزائر لن يلعب حراق. هذا رأيي ولكم التعليق. المناصر لا يعترف سوى بالنتائج، والنتائج لا تأتي إلا بالانضباط، وأضاف حمدي مخاطبا اللاعبين المناصر عندما يأتي للمدرجات لتشجيع عليهم وهو ما يحصل في الكواليس، هو يدفع ثمن التذكرة من أجل مشاهدة فريق اسمه شبيبة القبائل يفوز ويتألق، وهذا لا يأتي إلا بانضباط واحترام بعضكم لبعض والتأكيد على أننا نشكل عائلة واحدة. هذا ما قاله حمدي. فيه أخبار تقول بلي أنه حراق راهو معاقب ولا يلعب مباراة مولودية وهران. في انتظار التأكيد لكم التعليق، وش رأيكم في خطاب حمدي هذا؟ هل هو حماسي؟ هل هو الوقت الحالي؟ صح هو الوقت الحالي لأنه لازم الانضباط باش تقدر تفوز وتخرج شبيبة من الوضعية هذه. باقية مباراة متأخرة إن شاء الله نهار ثلاثة، بعدها مع أمام مولودي الجزائر، بعدها أمام فريق هو الأول في الشامبيونة شباب الوزداد، ولازم نكونوا منضبطين تكتيكيا، منضبطين في اللعب، منضبطين حتى في يعني في التدريبات في الأسبوع هذاك، التركيز والتركيز. لكم التعليق على ما قاله مولود حمدي. لايك على الفيديو، أبوني في القناة، واتركوا لنا تعليق.